هو محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، وهو المشروع الأضخم من نوعه في العالم، كما يعني سنقوم بشرح هذا المشروع بالتفصيل. والحقيقة يعني وإحنا بنقول هو المشروع الأضخم من نوعه في العالم، يعني هو مصدر فخر واعتزاز أن يكون تنفيذ هذا المشروع بالكامل على أيدي مهندسي وعمال مصر تحت قيادة وإشراف رجال الهيئة الهندسية الأكفاء. والحقيقة ده هذا المشروع هو نموذج لكل المشروعات اللي الحمد لله بتشهدها أرض مصر في خلال ال7 سنوات الماضية، واللي يمكن فيه تمييز أكثر لأرض سيناء الحبيبة بسبب اهتمامنا الشديد بتعويض ما فاتها هذه المنطقة من عملية تنمية. والحقيقة يمكن النهاردة اسمحوا لي أن أنا أستعرض مع حضراتكم المشروعات اللي الدولة المصرية نفذتها على مدار ال7 سنوات، واللي بتنفذها إن شاء الله على مدار العامين القادمين، عشان هدفها كله اكتمال وتهيئة سيناء لتحقيق الهدف الأسمى من تعميرها وتوطينها بكل الشرفاء من المصريين. والحقيقة يمكن يعني دائما سيناء كانت في قلب كل المصريين، وليست هي رقعة جغرافية عادية، ولكن هي مدخل قارة بأكملها، قارة أفريقيا من قارة آسيا. وإذا كانت مصر هي صاحبة أطول تاريخ حضاري على مستوى العالم، فسيناء هي صاحبة أطول سجل عسكري معروف في التاريخ. اللي يتتبع فينا التاريخ هيجد إن سيناء كانت موطن أو موضع لمعارك عسكرية منذ يعني نشأة مصر كدولة أيام القدماء المصريين حتى العصر الحديث. فبالتالي هذا الموقع هو موقع يعني دائما كان هناك موقع سجال وصراع كبير لأي حد كان بيستهدف أو بيطمع في الدخول إلى مصر. دائما كانت سيناء هي المدخل اللي بيحاول منه ينال من مصر. ولكن في نفس الوقت سيناء هي ملتقى الأديان السماوية الثلاثة، هي الموقع اللي تجلى فيه الله سبحانه وتعالى لكليمه موسى، وكانت مسار العائلة المقدسة، وأقسم بها الله في قرآنه الكريم بقدسيتها ومكانتها.